السلام عليكم طلاب. حضرتنا هذا اليوم هو بلاد اند بلاد برودكت ترانسفيوجن. مثل ما نعرف سابقا المحاضرات الخامس انه البلاد يتالف من جزئين رئيسيين اللي هم البلازما نسبه 55% والسيلولر كومبوننت اللي هي 45%. من ناحيه السيلولر كومبوننت اللي هن تدرون بهم ثلاث انواع الار بي سي والوايت بي سي والبليتلت، واحد شيء قلنا يا هدي بالمليونز يا هدي بالثاوزنز يا هدي بالالاف، وعرفنا انه من خلال شرحنا السابق انه من اقل خلايا من اكثر خلايا بالنسبه للديفرنشال في داخل الوايت بلاد سيل. من ناحيه البلازما تتالف من جزئين رئيسيين، الجزء الاكبر اللي هو الووتر كونتنت و بالبلازما والالكترولايت، والجزء الاقل هو 7% بروتين. والبروتين هو جزئين رئيسيين، اما جزء اللي هو سمول مولكيول ونيومرس هو الالبومين. وحتى اذا نشوف هنا بالكيرف المرسوم انه الالبومين هو اعلى كيرف الهن، بس هو سمول مولكيول وبسول عن الكوتك بريشر. اما بالنسبه للجلوبيولين هو لارج مولكيول ولكن لس نيومرس. والجلوبيولين ثلاثه انواع، اما الفا جلوبيولين او بيتا جلوبيولين او جاما جلوبيولين. وندري احنا سابقا محاضراتنا السابقه انه الجاما جلوبيولين اللي هو الماجل الامينوجلوبيولين جي والاي والدي والام والاي بمختصر هن ماجد، وان مسؤولات عن الانتيبودي. والبيتا جلوبيولين هي الكوغيليشن فاكتور، والالفا جلوبيولين اللي هي انهبيت سيرين بروتياز. البلد كومبوننت لما اجي اخذ البلد كله يعني واسوي له سيبريشن للكومبوننت ماله، فاستخدم ثلاث طرق او ثلاث خطوات من السنترفيوج. السنترفيوج الاول لكل الكومبوننت مال البلد هو راح يفصله الى ار بي سي وبليتلت ريتش بلازما. واذا سويت سنترفيوج ثاني يعني على هاي الخطوه انا اذا اريد باكت ار بي سي اروح اسوي سنترفيوج واحد للهول بلاد كومبوننت. اما اذا من فصلت بليتلت ريتش بلازما اسوي سنترفيوج ثاني حتى افصل البليتلت لوحد والبلازما لوحد. واذا اسوي عمليه السنترفيوج الثالث راح اطلع الكرايو والكرايو سوبرناتنت اللي هي كرايو ريدوست بلازما. الفرق بين الكرايو بريسبيتنت والكرايو سوبرناتنت، كرايو بريسبيتنت الثقيل اللي هو كل الكلوتينج تقريبا الفايبرينوجين فولول البراند فاكتور الفاكتور 8 فاكتور 13 اللي هو يسموه فايبرينوجين ستيبلايزينج فاكتور واخر خطوه بالهيموستاسيس. هذا لانه ثقيلات ذني فاكتورات وايف ثقيلات يصير بالبوتوم، اما اللي قليل بهذا الفاكتور يصير سوبيريور يعني يصير بالتوب. كل وحدة فرش فروزن بلازما تحتوي ما طولها بلازما تحتوي كل الكوغيليشن فاكتور، تحتوي الالبومين، تحتوي الانتي كوغيلانت بروتين اللي هو بروتين سي اند اس اند زد، وتحتوي على ثرومبو موديولين. هسه اول موضوع راح نحكي عليه هو نقل الفرش فروزن بلازما. الفرش فروزن بلازما عندما تحضر تخزن وتجمد بدرجة ناقص 18 لمدة 8 ساعات، ولذلك سميت فريش لأنه يعني عملية التخزين 8 ساعات مو فترة طويلة. Uses of fresh frozen plasma ممكن أستخدمها إذا كان عندي نقص بالبلد بروتين مثل coagulation factor أو immunoglobulin، ممكن replacement of coagulation factor in case of the factor deficiency أصلا حالات الهيموفيليا مثلا الهيموفيليا A اللي هو factor 8 deficiency أو الهيموفيليا B factor 9 deficiency أو factor الهيموفيليا C factor 11 deficiency. وممكن أستخدم الفرش وفروزن بلازما حالات الأنتيدوت للوارفرين، يعني أنا منطي وارفرين وصار bleeding والآينار كله صعد عندي. ما نعرف أنه الآينار ممكن أطلع من المعادلة هذه إنه البيشنت بي تي على الكنترول بي تي اللي هو الكنترول بي تي تقريبا 14 ثانية فيطلع النورمال فاليو 1 1.
ممكن انه يصعد يعبر الاينار الثيرابيوتيك ريشيو اللي هي 2.5 فيصير بليدك، فبيش حالة ابدا اعطي انتيدوت للوارفرين. الانتيترومبين ديفشنسي، حالات اللي هو فاكتور 2 ديفشنسي ممكن انطيهم، حالات اللي هم تريتمنت اوف ثرومبوتيك ثرومبوسيتوبين فوره، وحالات الريبليسمنت اوف امينوغلوبولين ان كيس اوف اميون ديفيشنسي. فصار استخدام الفرش فروزن بلازما، لان قلنا الفرش فروزن بلازما او البلازما بالعموم تحتوي كل الكوغوليشن فاكتور، كل الامينوغلوبولينز موجوده، فممكن استعيضان. الباك مال الفرش فروزن بلازما يحتوي على 250 الى 334 ملح، والدوز مالتها تقريبا 10 الى 15 ملل بير كي جي بودي ويت. هذه يعني الدوز اللي انطيها 10 الى 15 مل، راح تزيد تقريبا الفاكتور ليفل بنسبه 15 الى 25%. في بعض الاحيان حالات امرجنسي وما عندي وقت انه اعرف شنو الفصيله وارد انقل بلازما، فافضل شيء ينقل الاي بي بلازما، فصيله الاي بي بلازما. ليش الاي بي بلازما؟ لانه ما تحتوي على انتيبودي للاي او البي انتيجين، فتقدر تنقلها سيفلي. في حين لو ردت انقل بلاد، البلاد الاو نيجاتيف هو الواهب العام يعتبر، اما بالبلازما هو الاي بي بلازما. السايد افكت اذا انقلت بلازما ممكن يصير اليرجي وممكن يصير تاكو وترالي. التاكو وترالي هسه احكي عليهم في نهايه السيشن، اللي هي كومبليكيشن اوف ترانسفيوجن. الكونترا انديكيشن، شو وقت ما يعني يا مريض ما اقدر انطيه. حالات الديهايدريشن، واحد عنده سيفير دياري وفوميتينج وصار عنده ديهايدريشن، فما اقدر انطيه كفوليوم اكسباندر، افضل شيء اعطيه كريستالويد. ولا كريستالويد ان انا كنورمال سلاين يعني مثلا يعتبر تشيب، يعتبر مور اباندنت رابيد اكسبانشن للفوليوم، وما بي انتيجين ولا انتيبودي حتى يسوي اليرجيك كومبليكيشن. بقى عندي شنو الفرق بين فرش فروزن بلازما وبلازما ثانيه يسموها بلازما فرش 24، ال 24 ساعه يعني اقصد. اما احنا قبل شويه قلنا ان الفرش فروزن بلازما 8 ساعات، فالفرق هو هذا انه اثنيناتهم تحت درجه اقل من 18، لكن هذا عمليه التخزين 8 ساعات لذلك هو فرش، اما هذا عمليه التخزين مالته 24 ساعه. نقطه الفرق الثانيه انه هذا الفرش فروزن بفاكتور 5 وفاكتور 8 ليفل عالي، اما ذاك فاكتور 5 وفاكتور 8 قليل، وذلك ما استخدمه بالهيموفيليا اي. الانديكيشن مثل ما قلنا قبل شويه، ممكن انه الاي ان ار تصعد تعبر الثيرابيوتيك ريشيو فيصير بليدنج اقدر اسحبها، ممكن انه بالاكيوت دي اي سي استخدمه، ممكن استخدم الفرش فروزن بالمايكرو فاسكولار بليدنج ديورينج ماسيف هيموريج او ماسيف ترانسفيوجن العفو، ممكن استخدمه كريبليسمنت فلويد البلازما بحالات الافيريسيس حالات السحب، يعني دا اسوي افيريسيس يعني اعوض عن هذا السحب بفرش فروزن بلازما. حالات الهيرديتري انجيوديما اذا ما كان عندي فاكتور جاهز اللي هو سي 1 استريس انهبيتور افيلبل، فممكن استخدم الفرش فروزن بلازما. كرايو بريسبيتيت من اجي، اذا تتذكرون ديك قلت لك اول سنترفيوج يفصل الباكت عن البلازما ريتش بليتلت، وبعدين سنترفيوج ثاني يفصل اثنيناتهم، الفصله الثالثه السنترفيوج الثالث راح يطلع عندي كرايو بريسبيتيت. والكرايو بريسبيتيت لانه به هواي فاكتور قلنا يصير بالبوتوم، والكرايو سوبر ناتنت هو اللي يصير بالتوب، وطبعا يحضر اذا من الفرش فروزن بلازما باي ثاوينج ان ذا كولد اند كولكتينج ذا بريسبيتيت. طيب الكرايو يحتوي على هاي كونستريشن اوف فاكتور 8، مو بس الفاكتور 8 بعد فاكتورات هوايه، ويخزن بدرجه نقص 18
وفترة التخزين maximum for 1 year. عندما تطلب لمريض كرايو تسحبه مجمد، فالسويلة إذا أبب وتربات 37 درجة وتبدي تخزن أما باجز أو بولد. الباجز ممكن أنه يبقى لفترة 6 ساعات وأنطي، والبولد يبقى لست ساعات وأنطي. يعني إذا ذوبت البلازما ذوبت الكرايو آسف 6 ساعات للاستخدام الشخصي وأربع ساعات للبولد، يعني إذا أريد أستخدمه لمجموعة كبيرة. هذا الفرق بعملية الإعطاء أو وقت الإعطاء المسموح به بعد ما أنت سويت thawing of this cryo. الكرايو استخداماته بالهايبوفايبرونجينيميا مو كلش مهم، وطبعا هنا أنا الهايبوفايبرونجينيميا إذا كان يعني دائما نشوفه بحالات الكونسبشن كوغيلوباثي أو ماسيف هيموريج. كل يونت واحدة بكل 5 كيلوغرام، طبعا محتوى مالت تقريبا 15 إلى 20 مل، راح تصعد لك الليفل أوف فايبرينوجين تقريبا إلى 100 ميليغرام بير دي سي لتر. أنت يهمك هنا بالكوغيليشن كونسبشن أو بالماسيف هيموريج تتحافظ على الليفل أوف فايبرينوجين مو أقل من 100. طبعا النورمال فاليو 200 إلى 400 ميليغرام بير دي سي لتر. الدوز مالت الكرايو أكو يستخدمون يعني الدوزات according to the factor deficiency، مثلا according to vol والبراند فاكتور هل قد دوز أنطي، أو للفايبرينوجين هل قد دوز. عادة استخدام flat dose اللي هو 10 يونت. rate of transfusion تطيب 5 إلى 10 دقائق لكل واحدة. باليونيت الفلات دوز مالتهم 1 بالعشرة إلى 1 يونت flat، دا أقول flat مو per kg. والإنديكيشن مالتهم بالأدلت هو هيموريج أفتر كارديك سيرجري، ماسيف هيموريج أور ترانسفيوجين، وسيرجيكال بليدينج. كلها هذه أستخدم لها الكرايو بريسبتنت. بالنيونات نستخدمه إذا ما كان عندي فاكتر 8، يعني عندي فاكتر 8 ديفيشنسي وما عندي أفيلوبل فاكتر، فممكن أستخدمه مباشرة يعني كتعويض لهم إذا ما جاهز عندي فاكتر إيزوليتد فاكتر. مثل ما قلت لك قبل شوي الكرايو بريسبتنت يختلف عن الكرايو سوبرناتنت. الكرايو سوبرناتنت يصير لي فوق، الكرايو بريسبتنت اللي هو صاير لي جوب البوتم، لأنه يحتوي على هواية فاكترات فايبرينوجين والبراند فاكتر والفاكتر 8 والفاكتر 13، أما هذا يحتوي على ريديوست ذيس فاكتر. استخدامات الكرايو بالهيموفيليا لأنه الفاكتر 8 موجود، بالفول والبراند فاكتر أيضا موجود عندي، الهايبوفايبرينوجيني أو فايبرينوجيني موجود عند الفايبرينوجين أستخدمه زين، والدي آي سي أيضا يفيدني، وريفيرس أوف دي إكسسيف إفكت أوف وارفرين اللي هو قلنا مثل استخدامنا بالبلازما أنه عابر ثرابيوتك ريشيو 2.5 وصاير بليدينج، فأردن أوقف هاي العملية وأسوي ريفيرس الكوغيليشن فممكن أنطي كرايو. الكونترا إديكيشن للكرايو هو ثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بربورا، لأنه الثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بربورا هو تريجرد باي بليتلت مايكرو ثرومباي اند مالتيمال اوف فولنبل براند فاكتور. بما أنه هنا أنا أكو فولنبل براند فاكتور فما أقدر أنطي كرايو بريسبتنت، أعوض عنه بكرايو سوبرناتنت. أيضا بالهيموليتيك يوريميك سيندروم أنا يفضل أنه أنطي كرايو سوبرناتنت. البليتلت ترانسفيوجين عادة من يصير عندي بليتلت ديفكت، وهذا الديفكت بالبليتلت هو شكلين، أما ديفكت بالنمبر يعني كثرومبوسيتوبينيا أو ديفكت بالفونكشن اللي هو ثرومبوستيميا. ثرومبوستيميا وثرومبوسيتوبينيا اثنينات عادة يصيرن بسبب يعني أكثر سبب يسويهن هو كيموثيرابي. كل وحدة واحدة من البليتلت أفيرسز اللي تقريبا 50 مل راح تزيد لك البليتلت كاونت المفروض تزيد يعني 30 إلى 60 ألف زين. عادة البليتلت باق يحتوي لك على 3 وحدات يعني ما يقارب 3 وحدات يعني 160 مل. عادة بالكبار نستخدم 6 يونت، للتشيلدرين أكثر من 8 كيلوغرام نستخدم الدوز اللي ستاندرد دوز اللي 1 يونت بير 10 كيلوغرام. ماتش يحتاج ماتش مناسب البلازما أيضا يحتاج ماتش، الكرايو ما يحتاج.
ولو هو يعني أنا حتى سألت البنطرة في الدم إنه ده سوون ماش يسوي لأنه يستخدمون فلتر هاي دي ديليكيتد فلتر فيمنع مرور الخلايا يعني الالرجي يكون قليل. السايد افكت مال البليتلت الالرجي وانفلاكسس وانفكشن وممكن تكون ترالي. الكونترا اديكيشن البليتلت ترانسفيوجن حالتين هم حالات الثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بربورا اللي هو بليتلت كلامب والهيبارين انديوس ثرومبوسيتوبينيا ديو تو هيبارين. فما تنضي لانه هنا ترانسفيوجن يعني من راح اجريفيت ذس كونديشن. ولكن حالات لايف ثريتند بليدنج بهاي الحالات ممكن انه تنطي. فالكونترا اندكيشن اوف بليتلت هو ثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بربورا وهي بارندوس ثرومبوسيتوبيني وهذا اللي يسوي البليتلت كلام فمن تنقل راح انه اجريفيت مور ثرومبوسيس. لذلك ما تنطي الا حالات يكون انه لايف ثريتند هيمورج. النقاط اللي المفروض نحطها ببالنا يعني بالنسبة للبليتلت ترانسفيوجن, إذا أخذت بليتلت من سينجل دونر هو أفضل من ملتي دونر حتى بالتعويض يعني بزيادة الكاونت أفضل. طبعا سينجل دونر يعادل ما يعني ما يقابل 6 بولت راندم دونر. انت أخذ البليتلت الكاونت اللي راح يزداد أسرع وأفضل من 6 مرات بعد يعني pooled random platelet. حالات اللي هي انه انطي indication of the platelet transfusion, احنا يعني بالانكولوجي اقل من 10,000 ننطي, 20,000 ننطي اذا كان feverish زين او symptomatic bleeding بغض النظر عن الكاونت. symptomatic bleeding انطي platelet. ممكن يقولون انه بعض الأنواع الجراحة يختلف الانديكيشن, مثلا ميجر سيرجري انفيزيف بروسيجر او اكتف انه اكتف بليدنج لازم اكثر من 50,000 الكاونت. اوكولر سيرجري المفروض انه اكثر من 100 وسيرجري وذ اكتف بليدنج اقل من 50 يوجوالي وريرلي اكثر من 100. ولكن حالات اللي واستولد مثل ما قلت لك قبل شوي انه بليدنج اذا كان فيفرش و 20,000 انطي, 10,000 وذاوت فيفر وذاوت سيمتم انطي, أقل من 5,000 يعني أنت spontaneous bleeding ما يظهر لوحدة إلا يوصل الكاونت أقل من 5,000 بالنسبة للبليتلت. بس بالعموم أنه 10 without أي شيء أطي, 20 with fever أنطي, فوقها إحنا بننطي الأنكولوجي بس بالسيرجيري عندهم فد كرايتيريا خاصة به. بالأطفال أقل من 20,000 يعني دائما ينطون, 20 إلى 30 احتمال ينطون إذا كان أكو lumbar picture يعني أكو intervention, 30 إلى 50 ممكن ينطون إذا أكو indication من هاي اللستة موجودة, مثلا أنه الويت مع البيبي أقل من كيلو, intraventricular أو intrabarenchymal cerebral hemorrhage أو coagulation disorder أو أكو sepsis أو fluctuating arterial venous pressure أو أكو تداخل أو alloimmune انيون ثرومبوسيتوبينيا. الالوميون عاده ينقلوا له من امه يجيبوا له بليتلت يعتبروها افضل شيء, ولكن يراد له راديت الدسبليتلت بيفور ترانسفيوجن, يراد له ووش حتى يقللون الايفكت اوف دي يعني سسبندد بلازما. الباكت ار بي سي ترانسفيوجن, عاده الباكت ار بي سي تحضر من الهول بلاد, وإذا تذكرون قبل شوية احنا قلنا الهول بلاد هو 45% و55%, إذن هو تقريبا أقل من نص كمية البلاد هو تطلع باكت ار بي سي. وهذه الباكت ار بي سي عادة من ينقلوها يسوي لها فلتريشن حتى يقللون الليكوسايت, لأن الليكوسايت من تمشي وياها راح يسوي لك مشكلة اللي هي فبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. فإذا سحبت اللمفوسايت بالفلتر بهاي الديليكيت فلتر راح تقل الإفكت مالت الفبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. كل وحدة واحدة يعني من الباكت ار بي سي المفروض تزيد لك الهيموغلوبين درجة والهيماتوكريت 3. وإذا تذكرون التراك مال انه الار بي سي اللي هو رول اوف 3
الار بي سي كاونت في 3 يطلع الهيموغلوبين، الهيموغلوبين في 3 يطلع الهيماتوك ريت. المفروض قلنا انه سابقا هذا يمشي بترك واحد، واذا اكو ديفكت بهذا التراك فمعناه اكو ديفكت بالتيست، المفروض تعيده. ماتش ايضا يحتاج الار بي سي ماتش، الاستخدام مالته حالات الهيموريج حتى تحسن الاكسجين ديليفري، حالات السيمتوماتيك انيميا اللي تسوي انه الدسنيا والدزنس وكونجستيف هارت فيلر، حالات الهيموراجيك شوك اكيود بلاد لوس واصل 30% البلاد لوس اكثر من 3.5 منط بلاد، اكيود سيكل سيل كرايسيس حتى تتجنب الستروك، كيموثيرابي ومسوي انيميا تنطي، السايد افكت اوف باكت ار بي سي اليرجي وانفلاكسز وانفكشن وترالي وممكن اكسترا سيلولر فوليوم اوفرلود. الانفكشن اللي تجي بالباكت ار بي سي غالبا هي الاتش اي بي والهيباتايتس بي ان سي وسيتوميجالو فيروس. طيب الار بي سي باك هو 250 الى 300 مل كل وحده، ون يونت من الار بي سي تقريبا تحتوي لك على ريد بلاد سيل 200 مل، ويعني من هاي 250 او 300 و100 مل اديتيف سولوشن و30 مل بلازما، وذي ما توكريت تقريبا راح يوصل تقريبا 55%. هول بلاد ترانسفيوجن هو هول بلاد تجيبه على وضعه ار بي سي بالبليتلت بالبلازما بالسيلز. طبعا وهذا انه يفضل نقل الدم within the day of the donation احسن ما تاخره، طبعا انه ممكن يقدر تستخدمه لمده 3 اسابيع يعني يضل فاليد. وهذا البلد دائما يحطوا له بالباك مالته انتي كوغولانت بنسبه 1 الى 7، يعني جزء الى كل 7 اجزاء، جزء واحد انتي كوغولانت لكل 7 اجزاء بلد. هذه التيبل هنا انا مال البلد جروب، انا طبعا ضفت على هذه السيشن شويه يعني ايش كم سلايد مالت الاي بي او سيستم والار اي سيستم، ساجي بنهايه السيشن امر عليهن. التوتال كولكتد فوليوم مال البلاد هو تقريبا يوصل لل 500، يعني من 405 الى 495 مل. يوجوالي يعني ياخذون 450 هو دونيشن، دونيشن ما يعادل مقدار 12% من الهول بلاد مال الدونر، او بالوزن يعادل تقريبا 10.5 مل الكل كي جي بودي ويت من الدونر يعني. فاذا سئلت او حاط انا واحد من المسكيات انه ايش قد مقدار اللي يعني اقدر انطي اتبرع، او المقدار اللي هو التبرع هو تقريبا 10% من التوتال بلاد فوليوم. النقاط اللي لازم احط ببالي لما نسوي ترانسفيوجن للبلاد او الباكت ار بي سي، عاده يبدون ينقلون هيموغلوبين 7، بس اكو يسوون ريستريكتيف ترانسفيوجن استراتيجي. ريستريكتيف ترانسفيوجن استراتيجي يقولون دول جماعه الهيموغلوبين 7 الى 9 مو بالضروره تنقلهم لانه ما فرق عندهم بال موربيديتي او المورتاليتي، وطبعا يتحذرون من نقل الدم لما يكون عندك 7 الى 9 الهيموغلوبين بحالات اللي هم يقولون should not used in preterm infant او children with cyanotic heart disease، مرضى السيفير هايبوكسيميا، active bleeding او active blood loss، وهذول الهيمودايناميك انستابوليش هيموديناميك انستابوليك. هذول ينقلون محاذير عليهم، عفوا شوي صار انقطاع بالتسجيل، هذول محاذير عليهم الاطفال. يعني ريستريكتيف بلاد ترانسفيوجن ريستريكتيف ار بي سي ترانسفيوجن خصوصا ويا هذول المجموعه. الترانسفيوجن اوف ذا بلازما لازم تحط ببالك هو والكرايو اذا كان عابر الاي ان ار اكثر من 2.5 او بادي بليدنج يعني كانتيدوت. البليتلت should not be transfused in patient with thrombotic thrombocytopenic purpura or heparin induced thrombocytopenia. قلنا احنا unless there is life threatening hemorrhage has occurred، ما عندك حل يعني ما عندك شو اسمه غير انه يصير life threatening hemorrhage فتعطي البليتلت بهاي الحالات. من ترانسفيوجن كومبليكيشن قسمها قسمين رئيسيين، قسم الأكيوت وقسم الديليد. الأكيوت اللي تظهر بأول يوم من الترانسفيوجن، والديليد اللي تظهر بعد هذه الفترة يعني days, months, even years.
وهذا delayed complication of transfusion هو إلى شكلين أو نوعين. نوع نسميه non-infectious. Non-infectious. وهذا the most common. هذا thousands time more than infectious النوع الثاني. طبعا الأخطر منه هو non-infectious. لأن الانفكشيوس بطريقة أو بأخرى خلال تطور العلم لقولة screening method لقولة treatment method. لكن non-infectious هم اللي ما لقوا ما عندهم في الطريقة. ولذلك هو بقى hazard مالت أكثر. All non-infectious complications of transfusion are classified as non-infection serious hazard transfusion. هاي القائمة تعطيك أو التابل تعطيك لستة يعني بين الأكيوت والكرونيك أو الديليد transfusion reaction. وإحنا راح نحكي على مقتطفات من عدهن هذني يعني نتناول جزء من الأكيوت وأعتقد أن النوع الديليد راح نأخذ بس الغرافت versus disease. بالنسبة للinfection complication اللي تظهر بالtransfusion من الهيباتيتس بي والسي والHIV أكثر واحدة شيوعا هي الهيباتيتس بي وأنا حطيت لك سهم هنا أنا عليها على مود أقول لك إنها 1 ب 350,000 الباقيات لا كله بالملايين يعني 1 ملايين. أول acute transfusion reaction هو acute hemolytic reaction يعني تكسري تنقل يصير تكسر. شنو المشكلة ذولا اللي عندهم ذولا من قلت بلد فالRBC راح تتكسر يصير destruction due to antibody من الريسيبنت وهذا الانتيبودي يعني يصير to the antigen of the ABO blood group or allo antibody to other RBC antigen. هذا من يجينا انه بعد الاميونيزيشن ماخذ بلد ترانسفيوجن سابقا فصار هذا الانتيبودي فتحرك ضد الانتيجين اللي جاء على RBC اللي انا بديت انقلها فاذا هو عملية destruction RBC اللي منقوله للبريض بواسطة انتيبودي متكون او متطور في داخل جسم الريسيبنت. التايب او في مونيتك ترانسفيوجن رياكشن ايدر اكيوت أو كرونيك أو ديلايد يسموه. الأكيوت هو RBC will be destructed within 24 hours of transfusion وهيموليسيز راح تبدي وهنا هذا الشكل الهيموليسيز أما يكون intravascular hemolysis والintravascular hemolysis كنا نعرف أنه عملية prolonged وserious أو يكون بشكل extravascular hemolysis اللي هو most common وهو فتشي transient وحتى treatment ما يحتاج لكن life threatened أو هو danger type هو intravascular hemolysis طبعا انه قلنا بسبب وجود الانتيبودي لهذه الRBC المنقوله. الديليد هيموليتيك ترانسفيوجن هذا نون اميون كوز اوف اكيوت رياكشن هذا مو اميونيتي صاير ولا انتيبودي انتيجين رياكشن فهذا ديو تو كونتامينيشن ديو تو ناروينج اوف ذا تيوب اللي جاي تنقل بيه الترانسفيوجن ديو تو بكتيريا اوفر جروث كومباتيبلتي كل هذا اللي يسوون delayed transfusion أو hemolytic transfusion reaction. إذن الخطر بالacute hemolytic reaction هو الacute ويا acute اللي مسوي intravascular hemolysis مو اللي مسوي extravascular hemolysis. Symptom of the acute hemolytic transfusion reaction هو fever, chill, rigor, nausea, vomiting, dyspnea, hypotension يعني hemodynamic instability, diffuse bleeding ممكن توصل حتى الهيموغلوبينوريا والأوليغيوريا ورينال فيلر وديوتو أنيوريا وطبعا البين in different sites even in different sites even at the infusion site. The associated complication هي clinically significant مثل الأنيميا ورينال فيلر ودي آي سي ممكن حتى تحتاج دياليسز. والإنسيدنس of acute hemolytic transfusion reaction هو 1 إلى 5 بكل 50,000 cases. وطبعا افضل شيء هو انه تشيك الباركود على البطل اللي انت جايبه حتى تتاكد وتقلل من الريسك اوف ذا اكيوت هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. التريتمنت مالتهم طبعا لازم توقف الترانسفيوجن مبدئيا كل ترانسفيوجن اقعد يم المريض ربع ساعه وحضر وياك هيدروكورتيزون وادرمين وممكن حتى تستدعي يعني تطلب اكسجين حالات اذا صار البيشنت ديسنيا وصارت مشاكل الكولابس. لكن كتوصية عامة انه بالترانسفيوجن خليك ويا المريض ربع ساعة قاعد او ربع ساعة ومحضر بيدك الهيدروكورتيزون والالارمين وطبعا هنا مو الديكادرون لان الديكادرون يحتاج وقت يلا يشتغل هيدروكورتيزون يكون اسرع بالشغل. اول خطوة تسويها هو ستوب ترانسفيوجن
وتعوض هذا الدونر بنورمال سلاين ككريستالويد، وتفحص الدم باك اللي موجود عندك هنا، تتأكد انه هو مال هذا الريسيبنت المخصص لهذا من هذا الدونر. طبعا تعيده للتشيك، تعيده للبنك للتشيك، تطي دايورتك على مود تزيد الرينال بلد فلو، تطي لودوز دوبامين حتى تحسن ايضا الرينال بلد فلو، وكل جهدك ينصب انه تحافظ على الرين اوتبوت اقل شيء تقريبا 100 مل بير اور حتى لا يصير عنده شت داون. الاكسترا فاسكولار هيموليتيك رياكشن، الاكسترافاسكولار هيموليتيك رياكشن دونت ريكواير اني سبيسيفيك تريتمنت. احنا ديسا قلت لك انه الاكيوت هيموليتيك رياكشن هو نوعين، نوع اكيوت ونوع كرونيك او ديليد. الديليد قلنا ديو تو كونتامينيشن وديو تو انتيجين انتي بودي رياكشن. الاكيوت هو المشكله بيه، ومو كل الاكيوت، حالات الاكيوت اللي بيها صاير انه الانترافاسكولار هيموليسيس. الالرجيك رياكشن، الالرجيك رياكشن هو الى صورتين عاده، اما فت سمبل ارتكيريا او لايف ثريتن انافلاكسس. السمبل ارتكيريا هي عباره عن راش وبلورايتس دو تو سنسيتايز تو دونر انتيجين، وهذا نسبته كلش قليله. طبعا هو دوز ديبندنت، تقريبا انسيدنس مالته 1 إلى 3%. لكن المشكله وين بالانافلاكسس اللي هو لايف ثريتن انافلاكسس، اللي هو عباره عن نفس الشيء، هم راش وبلورايتس بس يصير وياها هايبوتينشن وبرونكوسبازم وسترايدر وغاسترونتستينال سيمتوم، لأنه سنستايزد دونر بلازما، يعني تحسس للدونر بلازما بروتين اللي هو الإيمينوغلوبينين. ولذلك دول جماعة الإيمينوغلوبينين ديفشنسي أنه تتجنب تطيهم كومبوننت ترانسفيوجن أو كل الكومبوننت ترانسفيوجن، تحاول تختار لهم بس الإيمينوغلوبينين ترانسفيوجن، ذاك أفويد بلازما ترانسفيوجن. والسيلولر برودكت ترانسفيوجن مثل الار بي سي بليتلت مي بي ووشت وفلترد تو ريموف ذا بلازما، لانه راح تحتوي لك على هذا الامينوغلوبولين، فتتجنب وجود البلازما بحالات اللي هو امينوغلوبولين اي ديفشنسي. والبيست بريكوشن هو اوبزرفيشن اوف ذا بيشنت ديورينج اول 15 دقيقه. ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري اللي هو قبل شوي جد اقول لك تاكا وترالي، الترالي هو ترانسفيوجن ريليتد اكيوت لانج انجري، هذه باول 6 ساعات من تنقل البلاتلت، تنقل الفلاش فلوز الفروجن بلازما، راح يصير عندهم بلورال افيوجن وهايبوكسيا. المشكله شنو هنا؟ المشكله انه الدونر انت نيوتروفيل انتي اتش ال اي سيستم او انتي بودي يبدي يتحسس، صار عندهم هنا يعني بالريسيبنت اميون سيستم سنسيتايزد، فراح يعطي بروتوليتيك انزيم. هاي البروتوليتيك انزيم يسوي لك لانج انجري. هذا غالبا يكون يعني نشوفه اذا كان برودكت فروم مالتي بارا، لان المالتي بارا تحتوي على هوايه بلازما فتؤدي الى الترالي. المالتي بارا عاده ماخذين، مو بس المالتي بارا، حتى دول البريفيوس ترانسفيوجن البريفيوس ترانسبلانت، دول كميه الكونتنت مال البلازما تكون اكثر عندهم، فيسوي لك الترالي اللي قلنا هو بلورال افيوجن وهايبوكسيا، راح يصير باول 6 ساعات بسبب السنسيتايزيشن اوف ذا انتي بودي بالريسيبنت للنقل اللي صاير عندهم، ويسوي هذه اللانج انجري، وممكن توصل حتى 50% نسبه الديث عندهم. افضل شيء انه تنقل لهم يعني حتى تقلل الترالي، تنقل من الميل ما تنقل من الفيميل، لانه هاي المالتي بارا هي المور ريسكي كدونر. الفيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن، الفيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن هذا يصير شنو اللي يصير؟ يصير انه ترتفع درجة حرارة المريض اللي انا ناقل له درجة واحدة فوق النورمال خلال اول 24 ساعة، وياها يصير فيبر ورايجر وديسكونفورت وتشل. وهي اكثر شيء يصير عندك وين؟ بالبريجننسي، يعني انه فريكوينت ترانسفيوجن بريجننسي يصير عندهم الانسنس مالتهم 1 إلى 35%. والفيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن يظهر عندك اكثر شيء بالار بي سي ترانسفيوجن او البليتلت ترانسفيوجن. حتى تقلل الريسك مال هذا الفيبرايل نون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن تسوي له فلتر اللي هو هاي ديليكيت فلتر حتى اقلل وجود الوايت بلاد سيل.
الميكانيزم مالتهم انه شغلتين راح يتحررن، الميديت انتي بودي ميديت اندوجينوس بايروجين وريليز اوف ذا سايتوكاينز اللي هو برو انفلاماتوري سايتوكاينز، وياهن طبعا تيومر نكروتيك فاكتور. تشخيص مالتهم اكسكلود اذر كوز اوف فيفر وتشيلو رايجر. التريتمنت مالتهم هو السيلف ليميتنج عاده باول ربع ساعه الى نص ساعه، لكن ممكن تستمر شوية الفيفر لو جريد فيفر فتقدر تعطي استامان، وفي تجنب لازم الاسبرين لانه ممكن يسوي لك بلاتلت ديسفانكشن. ترانسفيوجن اسوشيتد سيركولاتوري اوفرلود اللي هو التاكل، هذا مين يصير او شلون يصير؟ هذا انت جيت تنقل بس النقل صار سريع، يعني انت عملية الترانسفيوجن تخلص تخلص شغلك، تخلص الخفارة مالتك، تطي بسرعة، لا هذا راح ممكن يسوي لك تاكو، والتاكو هو سيركولاتوري اوفرلود بالبلد. زين هذا اكثر من القابليه مال الشخص، يعني اكثر من السيستم سيركولاتوري سيستم هاندل، فراح يصير عندك سيركولاتوري اوفرلود. وهذا عاده انه انت منطي الدم بصوره سريعه، فيفضل انه طول فترة الإعطاء. من هم المرضى اللي يكونون أكثر عرضة لهذا الكومبليكيشن اللي هو التاكو؟ هم الذول اللي عندهم كاردياك بالمونري بروبليم، اللي عندهم رينال فيلر، اللي عندهم كرونيك أنيميا، الإنفانتس، الإيردلي. البرزنتيشن مالتهم يكونون تكيبنيا وكف ودسنيا، يعني كأوبرلوت هايبرتينشن، إليفيت سنترال فينوس بريشر، بالمونروجي بريشر، وايدنينج بلس بريشر. الدياغنوزز مالتهم هما كلينيكلي انه شوفوا الدسنيك وتكيبنيا وساينوست وكف. ممكن نسوي يعني اكو فد شيء انا يعني من خلال تحضيري للسيشن قريت انه يعني يقيسون البرين نايتروتريك بيبتايد ليفل اللي هو النورمال مين، هنا المفروض انه يصعد عندك هنا اذا صار عندك الفلود بريشر عالي. وطبعا نسوي تشست اكس ريت تلقي كارديوميجالي وبالمونري اوديما، والبريفنشن انه تطول فترة الاعطاء افضل، وممكن تطي دايوريسيس حتى تقلل الفلويد اوفرلود. الديليد ترانسفيوجن رياكشن قلنا احنا نحكي بس على موضوع الجرافت فيرس هولز ديزيز، وهذا طبعا شنو انه مشكلة كليتها بالدونر لنفوسايت بروليفريشن. من تيجي تنقلها راح يصير عندك فد اميون رياكشن، هذا الاميون رياكشن اتاك دي tissue of the recipient وممكن يوصل بالdeath أكثر من 90%. The patient at risk هم the patient immune compromised patient وال immune competent patient، ودولة يعني receiving transfusion from relative donor لأنه ال HLA system تقريبا يعني نفس ال HLA system. risk factor هم the cancer patient، the chemotherapy، the Hodgkin lymphoma، فلودارا اللي هو واحد من أنواع العلاجات تستخدمها باللو جريد لنفوما، ممكن انترايوتراين ترانسفيوجن، ممكن الإتروبلاست فيتاليس، ممكن ترانسفيوجن بالبري ماتشور إنفانت. مسبقا قلت لك أنا يعني أنت دول يمنعون عنهم يستخدمون رستركتف استراتيجي أو رستركتف سيناريو بالأطفال اللي خاصة بري ماتشور وزنهم أقل من كيلو. ممكن يكون ريسيبنت دونر بايرز أوف دي هوموجينوس بوبوليشن، ايضا يكونون ريسك للجرافت فيرس هوست ديزيز اللي هو ديليد ترانسفيوجن رياكشن، وهذا يظهر بعد تقريبا اسبوع الى 6 اسابيع بعد الترانسفيوجن. البرزنتيشن مالتهم راش، فيفر، دياريا، ليفر ديسفانكشن اللي هو دامج دي تيشو اورجان، وبانسايتوبينيا. البريفنشن هو افضل شيء يسوي له جاما راديشن او ذا بلاد برودكت حتى تخلي الليمفوسايت away from the proliferation. طيب أنا لحد هنا أنا خلصت وياك تقريبا blood product transfusion، راح أمر وياك على موضوع بصورة سريعة اللي هو موضوع ABO and RH system، بس نعرف شنو هو ABO وشنو RH system. historically background بالسنت يعني قبل فد ما أعرف الساش قد صار تقريبا 140-150 سنة أو بالمئتين سنة، البلد ترانسفيوجن كان أول محاولة وسووها من أنيمال للإنسان، وطبعا داي لأنه بسبب الانتجين. بعدين السكند ترايل هيومن تو هيومن أيضا داي بسبب
الانكومباتابلتي او المسماتش. بعد ذلك المحاولات استمرت واكتشفوا انه اكو اي بي او اند ار اتش سيستم حتى يجنبون شغله المسماتش. بس رغم ذلك يعني بقت حالات الديث تظهر بسبب الكوغيليشن اند ثرومبوسيس بعد ما اضافوا الانتي كوغيلنت للبطل مال الدم او بطل الماده اللي اريد انقلها. ستيل ذا ديث اوكر لانه بدت تظهر عندهم مشاكل الاير امبوليزم. بعد ذلك استخدموا بدل ما الإكزاز البطل الإكزاز استخدموا البلاستيك باج فور ترانسفيوجن اللي هو ممكن انه ينكمش واتقل فكرة انه الاير امبوليزم. الاي بي او سيستم احنا كلياتنا نعرف انه الاميون هيموليتيك انيميا تقسم الى ثلاث انواع، هي ايضر اوتو اميون هيموليتيك انيميا اللي هي تقريبا تعتبر اكثر من انواع شيوعا موست كومن تايب، وهذه الاوتو اميون تقسم الى كولد تايب وورم تايب. والكولد تايب مسؤول عنه الاي جي ام والكولد تايب مسؤول عنه الاي جي جي. والنوع الثاني من الاميون هيموليتيك انيميا هم الدراج انديوست، هي يصير بها يعني هيموليتيك انيميا. واكو اللو اميون هيموليتيك انيميا. اللو اميون، اللو اميون هنا تقسم الى نوعين اللي هو هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن واللو اميون هيموليتيك ترانسفيوجن رياكشن. الهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن هو تشمل الار اتش سيستم اند الاي بي او انكومباتابيلتي. طبعا الار اتش هو المور سيفير ولكن الاي بي او هو الموست كومن. الاي بي او سيستم يعني كل ار بي سي عليها انتيجين، مئات الانتيجينات مو كلهن سيجنيفيكانت لازم، لكن احنا عندنا انتيجينات يعني الانتيجينات اللي احنا تفيدنا هنا بشغله البلد جروب والاي بي او والار اتش سيستم. الاي بي او عندك تو انتيجين اثنين اللي هما انتيجين اي وانتيجين بي، وبالنسبه للار اتش سيستم بي 6 انتيجين. زين طبعا بالمناسبه يعني احنا بنقول اي بي او يعني اكو اي انتيجين وبي او وبي انتيجين، والاو معناها ماكو انتيجين ماكو انتيجين. الاي بي او سيستم وجود الانتيجين، وجود الانتيجين اللي هو اجلوتينوجين اللي هو اجلوتينيشن، وجين هو جينيريشن او برودكشن اللي هو يعني لك انه هذا راح يسوي production of the antibody. يعني عملية الاجلوتينيشن هو اللي تريجر the antibody اللي هو اجلوتينين اللي هو بروتين راح يظهر. فوجود الانتيجين يظهر له antibody. قلنا تو انتيجين موجودات A and B، والشخص اما يكون فصيلة A او يكون فصيلة B او يكون فصيلة AB او يكون لا A ولا B اللي هو الطه فصيلة O. فهذه اربع فصائل هي ما يسموها phenotyping يعني المظهر انه فصيلة A او فصيلة B او فصيلة AB او فصيلة O اللي هي لا A ولا B. الجينيتيكلي سبيكينج يعني جينيتيك لوكس عندنا احنا 3 اليلز، وهاي ال 3 اليلز اللي هي الاي اي والاي بي والاي او، والاي طبعا هو رمز للاميونوجلوبولين. هذا الاي اي والاي بي والاي او للاختصار يسموهم اي بي او، والاليل يعني هو ديفرنت جين فورم. يعني هذا الجين الاليل هذا الجين ممكن يظهر بعدة فورمات. One gene present in more than one form. That's called forming this allele. فالA والB هما dominant والO هو recessive. لذلك إذا جيت مريض فصيلته genetically AO فالغالب يسمى A لأن الO recessive. وإذا جيت مريض فصيلته BO فالفصيلة راح تكون B لأنه البي هو dominant. بعض الأحيان تلقى A وB اثنينهم dominant فسمو كو دومينانت، يعني هنا بوث اني كونتريبيوت تو ذا فينوتايب اوف ذا هيتروزايجوست. الجينوتيبيكلي الكلام اللي قلنا انه اكو قليل، قلنا احنا مبدئيا اكو يعني اكو عندك 3 اليلز واكو 2 كروموسوم، كل كروموسوم جاي من بارنتس. لذلك من تضرب 2 في 3 يطلع عندك العدد 6، فأكو 6 possible combination للأليل فورم. يعني أعطيك الجينوتايب بست صور اللي هو OA يعني احتمالياته أو OO أو OB أو AA
أو AB أو BB. فتو كروموسوم, one from each parent, one is O والثاني A. شنو الاحتماليات الكومباينيشن؟ OA والفصيلة الجينوتيبكلي تبقى A, أما جينوتيبكلي OA. الأليل هو الأليل one from O one from A. type of phenotype A, A لأنه الدوميننت. الانتيجين if blood group A فهو الانتيجين A, وإذا blood group O فماكو انتيجين. قد صارت واضحة هنا. أنا هذا بعد أكثر يوضح لك الموضوع أنه جينوتايبينج OO فصيلة OO, فالبلد جروب فينوتايبينج أنه راح تأخذ O. الانتيجين انتيجين ما كو للO, ولذلك راح يظهر يتكون NTA وNTB لأنه ما عنده انتيجين إلهن فيظهرن الانتيودي, فالNTA NTB يطلع بوزيتيف. زين إذا كانت الجينوتايب OA أو AA يطلع البلد جروب A, والانتيجين اللي إله طبعا هو A, فلذلك ما راح يكون انتيبي يعني انتيبودي A للA, هم يجي يضرب نفسه بس ما عنده B فيسوي انتيبودي للB. فصيلة الOB أو BB هو فينوتيبكلي نسموها B, والانتيجين اللي بيها B, ولذلك ما راح يسوي انتيبودي للB بس يسوي انتيبودي للA. الAB فينوتيبكلي يسموها فصيلة AB, والانتيجين للأي والانتيجين للبي موجودات, لذلك ما راح يسوي لهم انتيبودي. ولذلك احنا قلنا فصيلة الاي بي اذا تتذكرون بالبلد برودكت ننقل بلازما من الاي بي يعتبر واحد عام. البريفلنس اوف ذا بلد جروب غالبا الاو هو اكثر شيوعا, ومن بعدها تجي الاي اللي هي 41%, والبي من بعده, والاي بي اقل مجموعة. اذا تيت تعرف انه بوزيتيف اور نيجاتيف هذه شغل الارتش طبعا. فإذا البلد جروب A so one of the antigen entering the body ممكن أنه يدخل هو ال B, then the body will be form antibody B anti-B to protect this and against this antigen. الأكلوتينين الجاما جلوبيولين, الجاما جلوبيولين احنا كليتنا ندري أنه الجاما جلوبيولين هو antibody against antigen اللي هو أشكال IgM والIgG والIgE والIgD. يقول الماجد مختصر الماجد formed by immune system من البلازما سيل بالبونمر. الطفل أما أول ما ينولد للحياة ما عنده أي أجلوتينين, يعني ما عنده أي antibody. بعد ما تجي هاي الانتيبودي تجي من الانتيجين اللي هو يتعرض لها. مين تعرض لها الانتيجينات؟ أما من الفينجر in the mouth أو يعني من يحط صابعه بحاجة, أو من البريست فيد أو من الفوت. All these carry antigen. So the baby now will be has antibody against this antigen. هذا أول ما ينولد. فإذا if baby blood group A, so one of this antigen entering the body هو ال B. فالمفروض يسوي له شنو؟ antibody لل B حتى يحمي نفسه. لكن بعدين بعمر شهرين إلى 8 أشهر تلاحظ أنه هذا البيبي راح يبدي يسوي الانتيبودي. ليش؟ لأنه تعرض إلى هذه كل الانتيجينات السابقة. فإذا البيبي has not أو does not have أي أجلوتينوجين he will produce anti-A أجلوتينين. ما عنده انتيجين راح يسوي له يسوي الانتيبودي لأنه ممكن يتعرض له. الانتيبودي كونستريشن بالبلازما عادة بالشخص أو بأي شخص هو عمر العشر, يعني يبدي من الصفر ما موجود وبعدين يصعد لحد ما يوصل التوب عمر 10 سنوات وبعدين يبدي ينزل. عموما انتيجين انتيبودي رياكشن راح يسوي اجلوتينيشن. ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه حتى نعرف شون دا يصير الفحص مالت الABO. من تاخذ السلايد وتجيب قطرة مال دم تحط هنا وقطرة مال دم تحط هنا بجانبين السلايد. على هاي القطرة الأولى يحطون NTA antibody, على القطرة الثانية يحطون NTB antibody ويشوفون النتائج. هذا الجدول راح يشير لك بالنتائج الاحتمالات اللي تطلع ومن أتى نحدد البلد جروب. إذا كان إضافة الـ NTA antibody للقطرة فمعناها صار رياكشن. احنا قلنا antigen antibody يسوي agglutination. بما أنه صار رياكشن معناها شنو هذا؟ فصيلة A معناها أكو antigen. إذا ما صار رياكشن يطلع نيجاتيف.
زين. من يطلع نيجاتيف احتمال يطلع شنو؟ اما او او بي. ومن يطلع بوزيتيف اما انا مضفت الان تي اي اقصد اما يطلع اي او اي بي. نفس الطريقه بالنسبه لمجموعه البي. اذا ما طلع عندك رياكشن فمعناها الفصيله مو بي، ممكن تكون اي ممكن تكون. شو وقت يطلع بوزيتيف اذا كان بي او اي بي؟ حالات الاو اثنينهم يطلع بيهم رياكشن، حالات الاي بي اثنينهم بوزيتيف، وحالات البي هم البي بوزيتيف وحالات الاي هو الاي بوزيتيف. وضحت اعتقد الصوره شلون دا يسوون الفحص على السلايدات بالبلاد بانك. الار اي سيستم يسموه الرايزس، هو انتيجين موجود على السيرفس اوف ذا ار بي سي. واحنا السيريز اللي هناك قلناها بالاي بي او سيستم قلنا ياخذون فصيله اي وفصيله بي، والاو حطوها للي ما عندهم انتيجينات ويجون يكملون هنا بموضوع الار اتش. يقولون اللي يجي ورا الاي والبي هو يجي السي والدي والاي كابيتال، لانه احنا قلنا ست انتيجينات، هم ثلاثه كابيتال وثلاثه يشابهوهم ولكن سمول. اكثر نوع شيوعا بالرايزس هو الدي، واحنا بالرايزس يحددون يعني ما يقولون هذا فصيله دي او سي او، يحددون بوزيتيف او نيجاتيف. البوزيتيف او نيجاتيف اكوردنج تو ذا دي، اكو بوزيتيف ماكو نيجاتيف. فاف يو هاف دي انتيجين اس ار اتش بوزيتيف، ماكو ار انتيجين ماكو دي انتيجين يعتبروا ار اتش نيجاتيف. طيب البريفالنس الار اتش بوزيتيف عاده بالوايت يكونون 85% والنيجاتيف يكونون بالوايت 15%. الامريكان بلاكس ممكن يوصلون 95% الار اتش بوزيتيف و 5% ار اتش نيجاتيف. الافريكان تقريبا كليتهم ار اتش بوزيتيف. شنو المشكله بالار اتش؟ ليش نريد نفهم الار اتش؟ الار اتش يعني الفادر ار اتش نيجاتيف والمدر ار اتش نيجاتيف، خلينا نفرض يطلع 100% ار اتش نيجاتيف ما عندهم اي مشكله. دول مشكله هنا أنا. لما يكون الاب ار اتش بوزيتيف والام ار اتش نيجاتيف ويطلع الطفل، اذا طلع ار اتش نيجاتيف ماكو مشكله، لكن المشكله اذا طلع ار اتش بوزيتيف. الار اتش بوزيتيف منين جاء؟ جاء من يوترو بلاسنتال ترانسفيوجن. هنا هذا البيبي راح يتعرض الى شنو؟ الى هيموليتيك ديزيز اوف نيوبورن. لكن هذا الهيموليتيك ديزيز اوف نيوبورن ما يظهر بالفيرست جينيريشن يعني بالولاده الاولى، لكن راح يكون قوي بواسطه هذا الانتي بودي اللي انتقل من عندهم، عفوا الانتيجين انتقل من دم الطفل الى الام فتقوى بالام، فبالسكند بريجننسي راح يتاثر. لذلك يحتاجون انه ينطوهم انتي دي خلال 72 ساعة الاولى من الولادة. انا حتى سألت اهل النسائية قالوا انه كل مريضة تدخل او كل امرأة تدخل للولادة للابورشن لكذا احنا ناخذ بلد جروب، والبيبي اللي يطلع رأس سنة يكون البلد جروب ماله متناسق مع الام كان بها، مختلف مع الام معناه الابو اصلا مختلف، ما يحتاجون يعرفون شنو فصيله الاب، مجرد من فصيله الام اللي هي معروفه مسبقا قبل التداخل وفصيله الطفل راح يعرفون شنو القصه. زين شنو الاختلاف بين الاي بي او سيستم والار اتش سيستم؟ الاي بي او سيستم ينتج بوحده سبونتينوس اجلوتينين فورميشن. ليش؟ لانه اكسبوجر للاصابع للمما للنبل للفود يكون انتي بودي. هذا الار اتش سيستم ما يتكون لوحده. هنا الاي بي او سيستم نو ريكواير ذا بريفيوس اكسبوجر، بينما هذول الار اتش ريكواير ذا بريفيوس اكسبوجر حتى يكون هذا الانتيجين، لانه سنسيتايز الله يطي يدك بالسكند و السكند بريجننسي فيكون فاستر اند سترونجر. فاذا انقل الدم من شخص بالفيرست اكسبوجر يعني بالمره الاولى هو ار اتش بوزيتيف قلت لا ار اتش نيجاتيف، بالفيرست اكسبوجر ما راح يصير مشكله لانه عمليه الهيموليسيز اللي يصير تكون مايلد وانجلفت باي ماكروفيج. اما بالسكند اكسبوجر راح يقوى الار اتش عندهم فتصير العمليه سترونج وفاست واميديت وسيفير وسيفير اكسترا فاسكولار هيموليسيز جوندس يبدي يظهر عندهم. طبعا هذه اذا ما انطينا انتي دي
يقولون يصير هيدروفيتاليس، بس بنفس الوقت أكو ناس قالت يعني أكو كثير من الناس اللي هم مثلا بالأرياف والكذا ما راح يعني ما يمشون بهاي الطريقة أصلا أو ما يوصلون المستشفيات، فيطلع عندهم هواي أرعش بس سبحان الله يعيشون، يعني ما أعرف شنو كل هالأمور بيد الله. عموما لهنا أنا كملت تقريبا السيشن ما وهو جزئين، هذا الجزء الإضافي اللي أنا ضفت الـ ABO والأرعش سيستم. أرجو أنه تعتمدون هذا السيشن، ما تعتمدون السيشن السابق مع الجروب الأول لأنه سويت فيه تغييرات. بقى عندي هنا تقريبا 10 سلايدات، هم عبارة عن MCQ أو Multiple Choice عن كل الحال هن إن شاء الله، وقروهن إن شاء الله تستفادون من أتن، وإن شاء الله يكون هذا الوقت مفيد لكم. وأي سؤال أي كذا ممكن تراسلوني على التليجرام وأتواصل وياكم.